أمون حبيبتي تقول هدف موازنة الأنوثة والذكورة وين نحطها في الأثير؟ إيه ممكن في الجسد الطاقي، لكن تذكري إنه هو يحتاج لشغل من الأجساد الأخرى. يعني في النهاية أنت بتعدلين الطاقة هذه، لكن محتاجة الأفكار، المعتقدات، القيم تراجعينها، محتاجة المشاعر تضبطينها، محتاجة يمكن أشياء مادية، قد يكون شخص مثلا تعرض لتشويه في الهوية الجنسية مثل اغتصاب، تحرشات، أفلام، أفكار، فيصير متلخبط يعني، فمحتاج يشتغل على كل الأجساد. لكن هو في النهاية المحصلة، المحصلة هي طاقة. صديقتي فرح تقول هل تحقق هدف في أحد الأجساد يؤثر على الأجساد الأخرى؟ إيه، وكل ما كان طبعا الجسد الأعلى يؤثر على اللي تحت كامل. يعني إذا حطيتي هدف على المستوى الروحاني على طول هو بيأثر على كل المجموعة اللي تحت. إذا حطيتي في الجسد الطاقي على طول، يعني شخص مثلا عنده هدف إنه ينتقل من مكان إلى مكان، بدون أدنى شك شعوره راح يتغير، أفكاره راح تتغير، مادية راح تتغير، وبناء عليه يحتاج يشتغل على كل هذولا. ما فيها كلام، شخص يدخل إلى حياتك راح تتغير كل الأجساد المادية. وكل ما كان هذا الشخص يعني مهم، مهم مو مهم خمس نجوم، لا مهم في عقده، يعني مثلا عقد حب يعني مرة مهم، مرة ثقيل، تعرف انه في شفت كبير في الحياة وفي تغيرات على كل الأجساد. السفر للدراسة يعتبر من الجسد الطاقي، وإن كان الهدف إنه أوه واو أنا رايح أحصل على شهادة، لكن بسبب الانتقال المكاني يسوي هذا التغيير الكبير. لذلك كثير من الأشخاص لما يروحون يدرسون يرجعون هم تغيروا أصلاً، كذا يرجعون هم متغيرين تماماً. فأنت بتروح عشان الهدف الفكري، بس في الحقيقة هو يتغير على هالمستوى، والشعور راح يتغير، والفكر راح يتغير، والجسد المادي راح يتغير. هل ممكن نختم هالسؤال يا جماعة؟ نبغى أقول لكم كلمة قصيرة قبل ما أخلص. هل ممكن نضع هدف مشترك مع شخص دون علمه؟ قصدك أنك أنت تبغين تنضمين لطاقة هذا الشخص؟ أي أكيد، يعني ما في مانع، خصوصا لما يكون شخص أقوى منك وأنت عندك شعور إيجابي وانت تبغين هذا الشيء مو تقلدين، فما في مانع انه انت يعني تحطين هذا الهدف بدون علم عادي. يعني هو ما عنده يعني صك ملكية لهذه النية. طيب يا جماعة، ابغى اقول لكم شيء بس شوية صعب علي، خلوني اذكركم، اللي ما حط النية يحط النية، واللي ما حط خلفية الجوال يحط خلفية الجوال، والمواد اللي موجودة على الموقع هذا الشهر: الفيل الأبيض، رسائل النهايات، أعرف نفسي، نهاية القصة، كارما النوايا، حماية الذات، الكبرياء، الشغف، قفزة 2024، الياس. أوكي، أبغى أقول لكم يا جماعة، أوكي بقول لكم أنه أنا قررت أني أنا أوقف. تقول لا تقولين تقطعين البثوث، تراني بصيح، حامل لا مو حامل. Oh my God، مو حامل، لا طيب، يعني ما كنت أبغى إنه الموضوع يصير بدون ما أقول لكم، بس بغيت أقول لكم إنه أنا راح أوقف. يعني أنا مر بتغيرات كثيرة في حياتي، كانت بدأت يعني بعد 40، وبعدين صارت حاضرة وقوة، وأحس إنه حان الوقت إني أنا أتوقف. ما أدري متى أرجع،
ما راح اخليكم انتم في قلبي. ترى انتم مره مهمين بالنسبه لي، مره مهمين. لا 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 لا، مو على الصعيد العائلي يا جماعه، عشان ما يصير اي تاليفات، عشان ما يصير اي تاليفات، لا عائلي لا مالي لا علاقات لا حمل. لا مال ولا شيء، الحمد لله الحمد لله، ولا صحة الحمد لله، طلعت نتائجي كلها كويسة، كل شيء تمام، كل شيء كويس. أنا أحس إنه قد يكون حان التغيير بس مو واضح بالنسبة لي، قد يكون حان تغيير المسار، قد يكون حان تغيير الطريقة، قد يكون حان إني أنا أوقف وأناظر لكل تجربتي اللي مريت فيها. فيعني شعرت إنه أبغى أشارككم وأقول لكم قبل ما أوقف، وعشان برضه أعرف السوشيال ميديا ممكن تطلع أشياء، أو يعني مثلاً كل واحد يعني يقول شيء أو يعني يفكر بشيء، أو يعني تعرفون الناس يحبون يحطون أشياء. فأنا في مرحلة مراجعة، وفي مرحلة يعني قاعدة مع نفسي زي ما نقول، معتزلة مع نفسي. فأنا طيبة كويسة مبسوطة، أبغى دعواتكم ونواياكم الطيبة. يعني بشتغل شوية معاكم على الأهداف هذه لأني حطيتها، فحسيت إنه أنا ما أقدر أترككم بعد ما حطيتها، ويعني ما أقدر إني أنا يعني حطيتها وبعدين تركتكم، عرفتوا؟ أحس مسؤولية يعني. فراح نشتغل عليها شوية في سناب، يعني بحاول كم يوم نشتغل عليها في سناب، فبليز اكتبوا، بليز ضروري تكتبون. يعني الأيام الجاية قد ما أكون موجودة في تويتر، ما أكون موجودة في البثوث، راح أسوي معاكم نية رأس السنة أكيد، فبليز اللي يبغى يحضر معا نية رأس السنة يحضر المادة. ما أدري أرجع ما أرجع متى أرجع، كل هذه أشياء ما أعرف. أوكي يعني استراحة محارب، يعني ايه تقدرين تقولين شعور بانه يمكن احتاج شوية عزلة، احتاج وقت اقعد فيه مع نفسي. طيب المواد موجودة على الموقع، وان شاء الله بيستمر فريق العمل موجود، راح يستمرون يشتغلون. عندي فريق عمل ممتاز ممتاز جدا يعني الحمد لله. تقولك شهرين كفاية وارجعي، والله يعني شوفي مرات الواحد يتصور انه هو فاهم نفسه. انا تصوري عن نفسي انه هذا هو مجالي وهذا هو شغلي وهذه هي رسالة الروح اللي انا اقدمها، بس مرات تكون انت في موقف يعني تبغى تتأكد، تبغى تراجع، تبغى يعني تخلو بنفسك، يمكن نداء الروح، يعني كذا تبغى يعني تتأكد من الطريق. فلا تقولين شهرين شهر، يمكن بكرة ارجع لكم. يمكن يعني كذا شوية يعني كذا 5 أيام بعد اقول لكم يا جماعة ما قدرت راجعت لكم. والله ما تدرون. عادي يمكن ارجع قبل نهاية السنة، صح؟ نشوفكم ان شاء الله على خير. اوف تقول كنت خايفة من هاليوم، ابدا لا تخافين لا تخافين، انا طيبة وكويسة، تأكدي من هذا الشيء. بس يعني اني انا ابغى اقعد مع نفسي، ابغى اقعد مع نفسي صراحة. اعتقد ان نداء الروح الثاني اعتقد، بس تعرفون مرات الاشياء ما توضح الا لما انت تقعد معاها اكثر.
أتمنى أنكم أنتم تستمرون زي ما أنا أعرفكم مهتمين بالتغيير ومهتمين بتطوير أنفسكم. تذكر دائماً أنه تطويرك لذاتك هو تطوير لكل البشر. اهتمامك بنفسك هو اهتمامك بكل الأشخاص اللي حولك واللي يعني إذا تحبهم أنت تغير. أبغى منكم بس النوايا الطيبة، اذكروني بالخير وادعوا لي مع أنفسكم وبدعي لكم بذكركم بالخير، وإن شاء الله نشوف وش المستقبل يكون. فكري بكل شخص ساعتي وكنتي بجنبه قلبي أنتي، والله أحبكم والله أحبكم. يعني حان الوقت أنه أنا أخذ هذه العزلة. طيب لا تنسون بطلع لكم في السناب بنبش على أوراقكم وبنبش على أهدافكم، أوكي؟ لا تخلون الأهداف، نبغى نستعد للسنة القادمة. ارجعي في رمضان، هذه متى رمضان؟ هو ما هو جدول يا ماما. هو ما هو جدول، هو يعني خلاص تحسين انه انت وصلتي محطة، تبغين توقفين في هذه المحطة، تبغين تراجعين القصة اللي انت مريتي فيها، تبغين تشوفين اذا انت تكملين في هذه المحطة او انه انت تبغين اذا بتكملين اكيد بطريقة افضل، بطريقة احسن، باساليب افضل، او تبغين تقولين خلاص انا يعني انا عندي في الطاولة اكثر من احتمال في حياتي، ف يعني ما اعرف وش اللي يصير. فاكيد لو كنتوا مكاني اكيد بتاخذون هذه الخطوة اكيد. فهذا اللي حبيت اقول لكم انا على لساني، يكفي سلطان اعتبره. عاد صدقين تواصلت معه اكثر من مرة ما رد علي، الله يحفظه ويقويه ويختار الخير، يعني يختار الخيار المناسب له. المواد ترى موجودة، ستبقى موجودة في الموقع، يعني راح تحسون انه ترى ما في كثير اشياء تغيرت، بس انا مو موجودة بس فريق العمل موجود. وان شاء الله نشوفكم بخير. طيب تقول جاني احساس اليوم انك راح توقفين. او ماي جاد، الموضوع صار لا يطبخ فترة، تو يجيك الاحساس يا ماما. طيب صح، صادقة ترى سناب اسهل، يعني سناب تحس انه شفت الشعور اللي يلا يعني ما يحتاج تجهز ميك اب ويلا فلتر وكذا، يعني سناب فعلا هو اسهل، لاحظت انه اسهل. بس مرات الواحد ترى ما يبغى ينشغل بالسوشيال ميديا، يعني عشان مخه يصير صافي وعشان هو يعني يبغى يرجع لنفسه يعني بعمق، ما يبغى يكون يعني مشتت بأي شيء برا بما فيها السوشيال ميديا، والواحد ما يبغى يقول أنا موجود في سناب ويخلي الناس يلتزمون وكذا. عرفت الشعور إنه تخلي الناس ملتزمين وينتظرونك وينتظرون الموضوع اللي بتتكلم فيه والأسئلة كذا، بعدين ما تقدر أنت توفي. هذه هي الفكرة، يعني إن شاء الله إني أقدر أطلع بين فترة وفترة على الأقل في السناب يعني، بس ما أبغى إنه يكون التزام أو إنه أحسسكم إنه تعالوا انتظروني هنا. قلبي أنتم قلبي، thank you، شكرا جزيلا، شكرا على مشاعركم، شكرا على كلامكم الطيب، شكرا على نواياكم، شكرا على كل شيء قدمته، شكرا على الهدايا، شكرا على القلوب، شكرا على الكلام الجميل، وإن شاء الله نشوفكم على خير، تصبحون على حب. قلبي أنتم.